راح نبلش باذن الله بحضرتنا الثانيه بعنوان المصفوفات والضغوطات الهندسيه. راح نتعرف في البدايه على المصفوفات، عن البيئه العمل المطلوب، وبعدين راح ناخذ مجموعه من التطبيقات الهندسيه. الفقرات راح تكون بالترتيب التالي: مقدمه سريعه عن البرنامج، عمليات اساسيه برنامج الماتلاب، ومن ثم التعامل مع البيانات. راح نشرح فيها مختلف انواع المصفوفات، راح نشوف كيفية رسم المعطيات روتينج داتا، راح نتعرف على الفيكتور الأشعة، وبنهاية المحاضرة راح ناخذ مجموعة من التطبيقات الهندسية على المصفوفات. بالبداية برنامج الماتلاب، التعامل كتابة الكود بيتم عن طريق الام فايل. الام فايل ممكن يكون سكريبت، ممكن يكون فانكشن، ممكن يكون بي كود. السكريبت ممكن انا افتح محرر الام فايل من خلال كتابة ايديت. مجرد ما اكتب ايديت على سطر الاوامر بالماتلاب راح يفتح عندي بمجرد كتابة ايديت على سطر الاوامر بالماتلاب راح يفتح عندي محرر النصوص ام فايل. من خلال محرر النصوص ممكن اكتب برنامج سكريبت بشكل مباشر، مثل ما كنت بنحكي على سبيل المثال لما افتح برنامج مباشرة فويد مين وبلش برنامجي. بنفس الطريقة بامكاني اكتب برنامجي بشكل مباشر بالسكريبت. اما الفانكشن ف بقوم بتعريف الملف الام فايل على انه فانكشن من خلال كتابه اسم التابع وحفظ التابع وحافظ ملف الام فايل باسم التابع. ومثل ما هو معروف للجميع التابع راح يكون له الاوتبوت بارامترز انبوت بارامترز. بالنسبه للبي كود فبحال قمت بكتابه برنامج وما بدي المستخدم يكون قادر على قراءة الكود، بيكون بحفظه كبي كود من خلال كتابة بي كود ومن ثم اسم ملف الام فايل اللي عندي. يوفول فانكشن مجموعة من الأوامر المفيدة اللي بتفيد مستخدم المطلوب كل وقت. بداية التوابع المسح او تفريغ الذاكره او تفريغ الشاشه من خلال كلير كوماند وكلير وسي ال اف اللي هي كلير فيجر. التابع الاول اللي هو السي ال سي، مهمته تفريغ سطر الاوامر من كافه التعليمات السابقه. بمجرد كتابه سي ال سي على باخر سطر راح يتم حذف كافة الأسطر اللي قمت بكتابتها سابقا. أما التابع الكلير، كل فاريبل راح قوم بتخزينه، راح قوم بإدخاله وراح قوم بتخزينه بالماتلاب، راح يتم حفظه بالورك سبيس من أجل حفظ من أجل مسح كافة المتغيرات الفاريبلز من الورك سبيس. راح اقوم باستخدام التابع كلير. اما كلير فيجر فوظيفتها حذف كافه الاشكال الظاهره بالفيجر مثل ما راح نشوف. بنلاحظ لو قمت بكتابه سي ال سي بنلاحظ تم حذف كافة الأوامر اللي بالأسطر البرمجية بأسطر الكوماند ويندو. كلير بنلاحظ الكوماند ويندو عندي بتحتوي على مجموعة من الفاريبلز المختلفة مختلفة الأنواع. بمجرد ما أكتب كلير راح يتم حذف كافة الفاريبلز اللي بالورك سبيس. أما كلير فيجر، لاحظوا عندي فيجر عليه رسم لمعادلات خطيه. بمجرد ما اكتب كلير فيجر وارجع راح الاقي تم حذف كافه الرسومات اللي بالفيجر.
help لو قمت بكتابة help function name اي تابع على سطر الامر بشكل مباشر فرح يطلع عندي شرح تفصيلي للتابع function name. help document لو قمت باستبدال التابع help بالتابع doc اختصار للدوكيومنت رح يفتح عندي شرح تفصيلي للتابع function name. فلو قمت بكتابة help clear او help clf فحيطلع عندي شرح تفصيلي للتابع، اما لو قمت بكتابة doc clf رح يطلع عندي مستند في شرح تفصيلي للتابع المعنى. input and output عندي تابعين مفيدين والاكثر استخداما، التابع input والتابع display. التابع input رح يطلب من المستخدم اتصال من خلال التابع input، عندي إمكانية لأسأل المستخدم إنه يقوم بإدخال قيمة، بإمكاني آخذ قيمة رقمية، بإمكاني آخذ قيمة حروفية، بإمكاني آخذ string or digital value. الديسبلاي رح يقوم بإظهار ما ضمن جسم التابع. يعني بإمكاني أظهر نص، بإمكاني أظهر قيم، بإمكاني أحول الفاريبلز من نوع لنوع وأظهرها. saving and loading variables ممكن أقوم بكتابة مجموعة من الأوامر ومن ثم بدي أنقلها أتعامل معها لجهاز ثاني. ببساطة بإمكاني استخدام التابع save من أجل حفظ كافة الـ variables الموجودة بالـ workspace بالصيغة mat.mat، ومن ثم على الجهاز الثاني بإمكاني استخدم التابع load لإعادة تحميل الـ variables اللي قمت بحفظها ومتابعة العمل. ومن أجل رؤية كافة الـ variables الموجودة عندي بالـ workspace بإمكاني استخدم التابعين who و whose، راح يظهروا لي التوابع الموجودة عندي بالإضافة لأنواعها. طيب خلونا نشوف كيف ممكن نستخدم هاي التوابع. الكلير بتحذف الورك سبيس، كل شيء ما ضمن الورك سبيس. يعني مثلا لو قمت بتخزين A تساوي 5 خزنت الورك سبيس على انها مصفوفه قيمتها 5، كلير رح تقوم بحذف ما ضمن الورك سبيس. اما ال CLC حذفت ما ضمن الكوماند. التابع help ناخذ على سبيل المثال سيف help save رح يظهر عندي شرح للتابع للتابع سيل للتابع سيف مثل ما احنا شايفين save workspace variable to file. والتابع load لو كتبنا doc load رح يظهر عندي مستند يحوي شرح تفصيلي للتابع load. مثل ما شايفين شرح تفصيلي للتابع load. التابع input لو قمت بكتابة a equal input وأدخلت enter value بنلاحظ راح العبارة ما ضمن قوسين راح تظهر للمستخدم عم تطلب منه إدخال قيمة. لو قمت بإدخال قيمة ولتكن 3 بنلاحظ تم إسناد القيمة 3 لـ variable A تم حفظها بالـ workspace. من أجل إظهار القيمة بإمكاني استخدم display حيظهر لي قيمة الفاريبل.
رح قوم بشكل عشوائي بوضع مجموعة من المتغيرات بالورك سبيس. التابع هو رح يظهر لي الـ variable الموجودة بالـ workspace، والتابع هوز رح يظهر لي الـ variable ونوعه. لاحظوا التابع هو أظهر your variable R ABC، هوز name of variable، size of variable، matrix نوع دبل يا واحد ضرب واحد تطور عمود. نفس الشيء بالنسبة للـ B من نوع character، لحجمها بالذاكرة بايت 8 بايت 2 بايت، ومن ثم المصفوفة السي اللي أدخلتها اللي هي عبارة عن سطرين وثلاث أعمدة، سطرين وثلاث أعمدة، حجمها بالذاكرة 48 بايت، ومن ثم من نوع على أساس مصفوفة من نوع كاركتر. العمليات الأساسية بالمطلب، المطلب اختصار لماتريكس لابوراتوري. ايزيت ماتريكس بالحقيقه الايمج البولينوميال الترانسفير فانكشن كوميونيكيشن سيستم، سواء نظام تعديل او نظام دايناميك الى اخره. جميع الانظمه، جميع المتغيرات، جميع المتحولات، اول فاريبل سيستم ريزلت in MATLAB R matrix. يتم التعامل مع كافة الأنظمة، سواء نظام محاكاة أو كود برمجي أو واجهة رسومية كمصفوفة. يتم تخزين النتائج كمصفوفة، وبيتم استدعاء القيم الابتدائية essential value أيضا كمصفوفة. The formal function. لما قمت بكتابة A تساوي على سبيل المثال واحد، فراح يتم تخزين القيمة ما بعد الصفر، ممكن آخذ قيمة أو قيمتين أو ثلاثة من خلال الـ format value. الـ format function راح أحدد طريقة التعامل مع البيانات والإظهار وعدد الارقام اللي بدي اخذهم ما بعد الفاصل. عندي اربع صيغ اساسيه بتنقسم لشورت ولونج فاليو. هاي الصيغ بدايه الفورمات لونج وشورت، مثل ما شايفين الفورمات شورت راح تاخذ خمسه ديجيت ما بعد الفاصله، اما الفورمات لونج فراح تاخذ 15 ديجيت ما بعد الفاصله للمتغيرات من نوع دبل، و7 ديجيت ما بعد الفاصله للمتغيرات الفاريبل من نوع سنجل. اما بالنسبه للفورمات شورت اي وفورمات شورت لونج اي، تستخدم من اجل الفلوتنج بوينت او ما يسمى الفاصله العائمه، فراح تاخذ 5 ديجيت الشورت اي، 5 ديجيت ما بعد الفاصلة. أما بالنسبة للونج إي 15 ديجيت بالنسبة للفاريبل من نوع دبل، و7 ديجيت بالنسبة للفاريبل من نوع سنجل. وبالمثل عندي الفورمات الشورت جي واللونج جي من أجل الفيكست أور فلوتينج بوينت. وعندي الصيغة الهندسية الفورمات شورت إنش واللونج انج انجينيرينج فورمات. خلونا نشوف كيف ممكن نتعامل مع الانجينيرينج فورمات، كيف الماتلاب بيتعامل معه، وكيف بيتم اظهار النتائج. لو قمت بجعل طريق الفورمات فانكشن عندي لونج، وقمت باستدعاء القيمة A، بنلاحظ راح يتم استدعائها بالشكل الطبيعي. أما لو قمت بجعلها لونج شورت بنفس الطريقة راح استدعي A، أيضا ما تغير عندي أي شيء. راح قوم باستدعاء فورمات شورت
انش، فصار عندي طريقة العرض بالصيغة الهندسية. الصيغة الهندسية للعرض هي 3 بعشرة للأس صفر، عشرة للأس صفر واحد فبقيت 3. فلما يكون عندي 10 للأس ناقص 3 فرح تظهر بالشكل مثل ما شايفين. 3 هي القيمة الفاليو، الإي 10، الزائد إشارة الأس، عندي الأس موجب، ومن ثم الإي للأس صفر يعني واحد، وبالتالي القيمة ظلت 3. بنلاحظ لو قمت بوضع لونج فورمات ومن ثم استدعيت القيمة A، فبنلاحظ عدد الأرقام ما بعد الفاصلة هو اللي راح تتلاقي. ممكن أدخل قيمة B ولتكن 5 ضرب 10 للأس ناقص 5، 5 عفوا 5 ضرب 10 للأس ناقص 5، بنلاحظ تم تخزينا 50 ب 10 للأس ناقص 6 5 تمام، أخذ 5 ب 10 يعني أخذ 5 ضرب ب 10 فصارت 50، فمشان هيك رفع نقص 1 للأس. يعني أنا لو واضحة هي ليش 10 للأس ناقص 6 بدل ما أدخل 10 للأس ناقص 5؟ قمت بإدخال 5 ب 10 للأس ناقص 5. ال 5 أخذ ضربها بال 10 صارت 50، فعدل قيمة الأس صارت 12. وبالمثل عندي إمكانية للتعامل مع الهيكس والسيمبول بالإضافة فورمات بانك. الهيكس راح يظهر لي مكافئ الفاريبل بالهيكس، السيمبول بتستخدم لرموز خاصه، البانك فيكس فورمات فور دولار. الوظيفه ما هو الفرق بين نوعي البيانات دبل اند سنجل؟ بشكل سريع راح اوضح الفكره وراح اترك لكم مهمه البحث عن الموضوع. الدبل راح يتم تخزين البيانات بحيث راح تاخذ حجم اكبر من الذاكره، بينما السنجل راح يكون الحجم اللي عم تاخذه من الذاكره اللي عم يتم تخزينها اصغر. اللي راح يختلف هو دقه المعلومه المخزنه. الاعداد العقدية مثل ما شفنا بامكاني اي وقت ادخل اي فاريبل وبامكاني اخزنه ك كاركتر فاريبل كديجيت الى اخره. كمان بنفس الطريقه بامكاني اخزن الفاريبل ككومبلكس نمبر. الكومبلكس نمبر هو عباره عن متغير عن رقم له طويله وزاويه، بيتم تمثيله باحد الاشكال المبينه، الشكل الاول A زائد B بـ I. الـ A هي القطن الحقيقي والـ B هي القطن التكيلي. الـ I بتدل على المركبة التكيلية. أو طريقة ثانية R اللي هي الطويلة وزاوية. R وفاي. الـ R هي الطويلة هي جذر الـ Real Value زائد الـ Imaginary Value للتربيع مثل ما شايفين. أو بإمكاني كمان مثلها والزاويه عباره تانجنت ناقص واحد البي على اي، القسم التخيلي على القسم الحقيقي. بامكانك ان تمثلها بالشكل كتابع التابع الاسي طويله واي للاس جي بالزاويه، بامكاني ايضا تمثلها بالصيغه المثلثيه كساين وكوساين، ساين وكوساين. طبعا الساين مع المركبه الوهميه والجنري والكوساين ومثل ما شايفين المحور اكس بيمثل المحور القيمه الحقيقيه الريال فاليو، والمحور واي بيمثل الايمج فاليو. الطويله هي عباره عن قيمه اكس الريال وقيمه عن الواي على المحور التكيلي، والزاويه هي
بإمكاني ببساطة برنامج الماتلاب بالاستفادة من مجموعة من التوابع التابع R من أجل التابع أس من أجل حساب طويلة العدد العقدي، والتابع أنجل من أجل حساب زاوية العدد العقدي، التابع ريا من أجل إظهار القيمة الحقيقية للعدد العقدي، والتابع إيمج من أجل إظهار القيمة التخيلية للعدد العقدي، والتابع كونج من أجل إظهار معاكس العدد العقدي. يعني لو كان عندي A زائد B كونج رح يعطيني A ناقص B. طبعا بي هي المركبة التخيلية. خلونا نشوف هذا الشيء. لو قمت بكتابة A تساوي 4 زائد 5 J، خلينا نرجع الفورمات للصيغة شورت. بس ما في فورمات مش لأن حطيت فورمات شورت G عطى معنا 0.15 رقم E زائد 3 صفر. ليش ما عنده باور 1؟ إذا الأس صفر واحد، أي رقم ترفعه للصفر هو واحد بعد الفاصلة 15 صفر، صح؟ تمام. هي لأنه كنت حاطط لونج إنش. أوكي، بس هذيك أربعة الشورت. الشورت أربعة خمسة. خمسة بعد زائد اللي هي بتعبر عن الجو. إشارة الأس هل هو سالب أو موجب؟ موجب. هلا هون هي بتفرق، بس هي هل هو سالب أو موجب؟ أوكي. بعد ثلاث صفر هي ديفولت بياخذ للاس 10 للاس 100 بس. قمت بتخزين الرقم فاريبل A من خلال التابع اف، بامكاني اظهار طويله الرقم الفاريبل كومبلكس نمبر اللي من نوع كومبلكس نمبر. من خلال التابع انجل بامكاني اظهار الزاويه. من خلال الريال بإمكان إظهار القيمة الحقيقية. من خلال التابع إيمج بإمكان إظهار القيمة التخيلية. وأخيرا الكونج A رح تعطيني معاكس الـ A. نلاحظ رح يتم عكس قيمة تخيلية. العمليات المنطقية الأساسية بالماتلاب هي الترو والفولس أند الأور والنول. الترو يتم التعبير عنها بالقيمة واحد، الفولس يتم التعبير عنها بالقيمة صفر، الأند بالإشارة أند الموضحة، الأور بالإشارة أور، والنول بالإشارة نوت الموضحة. فعلى سبيل المثال لو قمت بإدخال y equal 5 ووضعت 3 اكبر من واي، فنلاحظ راح يرجع لي قيمه صفر منطقي، دليل على فولس، اي القيمه 3 ليست اكبر من قيمه واي اللي هي 5. اما لو قمت بادخال 3 اصغر من واي راح يرجع لي واحد منطقي، دليل على انه القيمه 3 اصغر من قيمه واي المخزنه بالذاكره واللي هي 5. طيب لو قمت بادخال اكس تساوي الستة واي تساوي الخمسة، عندي قيمتين اكس واي، وادخلت قيمة A تساوي الثلاثة او خليها ستة، صار عندي اكس واي و A. A equal الواي اور الاكس. لما دخلت له قيمة x تساوي 6 و y تساوي 5 و a تساوي 6، قلت له قيمة a تساوي 6، كسؤال هل قيمة a تساوي ال y أو ال x؟ رجع لي واحد منطقي، لأني استخدمت العملية أور، قيمة ال a تساوي قيمة x. أما لو استخدمت and
يفترض عندي الـ A والـ Y والـ X. الـ A واحد، الـ Y واحد. تمام. تمام. رح ارجع ادخل وهلا بوضح لكم شو اللي صار. رح ارجع ادخل قيم X Y A. رح ادخل له A تساوي X ضرب A and Y. A تساوي X and Y. من المفترض هون، من المفترض رجع لي صفر منطقي. هون في خطأ أو شيء مو واضح، بشوفه برجع بجاوبكم عليه. فمن المفترض يرجع لي الـ A تساوي X and Y، أي بيساوي قيمة X وبتساوي قيمة Y. فمن المفترض يرجع لي قيمة صفر فولس، يرجع A تساوي الصفر. رح يرجع لي صفر منطقي، لأن العملية اللي عم افترضها هي مو صحيحة. السؤال assignment، ما هو الفرق بين عمليتين and and، بين الإشارتين and الموضحة والإشارة or الموضحة، متى يتم استخدام كل منها؟ كمان هي نناقشها الأسبوع الجاي وأضيفها. التعامل مع البيانات. أنواع المصروفات. بالحقيقة اصول موضوع نقاشنا اليوم راح يكون المصفوفات. راح نتعرف بشكل رئيسي على المصفوفات المحرفيه، المصفوفات العدديه، والمصفوفات المصفوفات الكلويه. عندي انواع ثانيه المصفوفات الاستراكشر والفانكشن هاندل، بالاضافه للمصفوفات اللوجيكال، المصفوفات الرقميه. بيتم تمثيل المصفوفه في الماتلاب كام سطر وام عمود. لو مثل ما احنا شايفين المصفوفة A قيمها مثل ما هو موضح امامنا. لو اردت استدعاء العمود العناصر من العمود الثاني، لو اردت استدعاء العناصر العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث من المصفوفة A، فبيكفي اني اكتب رقم السطر A اسم المصفوفة. المصفوفة الأولى راح تحتوي على رقم السطر، السطر الثاني والثالث والرابع، ومن ثم رقم العمود. فراح يتم راح ياخذ السطر الثاني العمود الاول، السطر الثاني العمود الاول، السطر الثالث العمود الثاني، السطر الثاني العمود الاول، راح ياخذ السطر الثاني. كل قيم للسطر الثاني، ومن ثم بالنسبه للقيم اللي بالسطر الثالث، ومن ثم بالنسبه للقيم اللي بالسطر الرابع. طيب شو بدي اخذ منهم؟ بدي اخذ العمود الاول، فصار عندي اثنين وثلاثه واربعه من العمود الاول. 2 و3 و4 من العمود الأول. العمود الثاني 11 و7 و14 من العمود الثاني. العمود الرابع 8 و12 و1 من العمود الرابع. رح يتم تخزين نتيجة variable ans اختصار لانسر بالشكل الموضح. وبيتم تخزين المصفوفة بالماتلاب حسب الترتيب عناصرها بالشكل المبين. المصفوفة A هي القيم الموضحة، ترتيب العناصر هو الرقم الموضح الزاوية المربع. الرقم واحد أي ترتيب العنصر لترتيبه واحد، الرقم اثنين العنصر لترتيبه اثنين، الرقم عشرة العنصر لترتيبه عشرة، الرقم 11 العنصر لترتيبه 11 وإلى آخره. بإمكاني استدعي العنصر بإحداثيات الرقم السطر ورقم العمود، أو بإمكاني استدعي عنصر المصفوفة من خلال ترتيبه. رح نشوف مجموعة من العمليات اللي يمكن أن ينفذها على المصفوفات: إنشاء مصفوفة، استدعاء عنصر المصفوفة، استدعاء مصفوفة جزئية، تغيير قيمة عنصر من المصفوفة، أو حذف عمود أو سطر من مصفوفة.
بالبداية لو كان عندي مصفوفا مبين أمامنا يعني كنا ننفذ بشكل مباشر نعرف مصفوفة A أو B أو C اسم الإلكترونية ولتكن عاطفية بالعمود الأول 1 5 3 قيم العمود الثاني ناقص 4 9 4 قيم العمود الثالث 7 10 9 شو
شاركوا كلكم. ثواني انا تروح بقى. انا بعت عليه فايل مصفوفه بكتابة السطر المبين اتصالي 1.947 ثم الفاصل منقوطة. هاي الطريقة بإمكان يعرف المصفوفة الموضحة. مع التعريف المصفوفة لو أردت استدعاء العنصر المبين باللون الأزرق، لو أردت استدعاء هذا العنصر بإمكاني استدعي هذا العنصر بأحد طريقتين، يا حسب ترتيب العنصر من خلال كتابة اسم المصفوفة ومن ثم رقم العنصر اللي هو ترتيبه هون 8، او من خلال استدعائه حسب احداثيات سطر عمود السطر الثاني العمود الثالث. بيكفي بامكاني اكتب 8 مباشره، راح يتم تخزين القيمه 10 فاليبل ديفولت انسر، او من خلال كتابه 2 3. من اجل استدعاء المصفوفه الجزئيه، المصفوفه الجزئيه المبينه امامنا اللي هي عباره عن سطرين وعمودين القيمه 5 9 3 4، بامكان يكون هذا الشيء من خلال كتابه اسم المصفوفه ومن ثم رقم السطر اللي بدي ابدا منه بخطوه ديفولت 1 لرقم السطر، يعني من السطر الثاني للسطر الثالث ومن العمود الاول للعمود الثاني. بهي الطريقة رح كون برقم السطر اللي بدي ابدا منه لرقم السطر اللي بدي انتهي منه، ومن ثم رقم العمود اللي بدي ابدا منه بالرقم العمود اللي بدي انتهي منه، وبالتالي رح يتم استدعاء المصفوفة المبينة امامنا. لو اردت حذف السطر الثاني، لو اردت حذفه بشكل كامل بامكاني اكتب 2 نقطتين بتعبر انه ياخذ العمود كاملا تساوي القوسين، مثل ما شايفين قوسين فاضيين، فراح يتم حذف السطر الثاني كاملا. وبنفس الطريقه اذا اردت احذف السطر الثالث او هو عمود اول او ثاني، مثل ما شايفين من خلال سطر الكوماند ويندو بالماتلاب لو كنت في تخزين المصفوفه فاريبل A بامكاني استدعي العنصر اللي ترتيبه 8، راح يتم استخدام ديفولت لفاريبل انصر قيمته 10، هي قيمه الـ8. ومن ثم لو اردت استدعاء بطريقه ثانيه، الاثنين بتدل على رقم السطر والثلاثه رقم العمود، لو اردت استدعاء مصفوفه جزئيه من السطر الثاني للسطر الثالث ومن العمود الاول للعمود الثاني، راح يتم استدعاء المصفوفه الجزئيه المبينه امامنا. وكذلك لو اردت حذف السطر الثاني بغض النظر عن العمود، كاني عم اقول له خذ قيم العمود كامله، خذ في كامل الاعمده، راح يتم حذف السطر الثاني بشكل كامل، راح يصير شكل المصفوفه ايه؟ سطرين وثلاث اعمده. في اي سؤال؟ مصفوفات خاصه. المصفوفه 0 او المصفوفه اللي كانت قيمها 0 التابع 0 راح يكون بتوليد مصفوفه على الاسطوره ان وعلى اعمده ان كافه قيمها اصفار، بينما التابع 1 راح يكون بتوليد مصفوفه واحديه كافه قيم عن اصفار التابع الواحد على الاسطوره ان وعلى اعمده ان. المصفوفه القطريه اي ان راح يكون بتوليد مصفوفه مربعه قيم كافه عن اصفار التابع الصفر الا قيم العمود الرئيسي تساوي الواحد. مثل ما شايفين لو كنت بكتابه بالماتلاب A تساوي 1 3 4، راح يتم توليد مصفوفه، هي المصفوفه مكونه من ثلاث اسطر واربع اعمده، السطر الاول السطر الثاني والسطر الثالث واربع اعمده وكافه قيمها تساوي الواحد. بنفس الطريقة لو أردت توليد مصفوفة متزايدة
أو متناقصة بخطوة n. راح أقوم بإدخال المينيموم فاليو بدل من الواحد، ومن ثم الخطوة n ولتكن 2 فراح ياخذ 1 3 5، ومن ثم الماكسيموم فاليو. وبشكل عكسي لو أردت توليد مصفوفة متناقصة راح أقوم بإدخال بداية القيمة الماكسيموم فاليو ومن ثم الn، والn راح تكون سالبة ومن ثم المينيموم فاليو. بإمكان أيضا من خلال تابع لين سبيس ولوج سبيس توليد مصفوفات متزايدة خطيا أو لوغاريتميا من خلال التابع لين سبيس. راح أذكر A القيمة البدائية و B القيمة النهائية بتصير عدد عناصر المصفوفة. المصفوفة لين سبيس مصفوفة تبدأ بالقيمة A وتنتهي بالقيمة B وعدد عناصرها C ومتزايدة خطيا، بينما المصفوفة لوج سبيس مصفوفة تبدأ بالقيمة A وتنتهي بالقيمة B وعدد عناصرها. طيب خلونا نشوف أهم تطبيقات هاي التوابع. لو قمت بتوليد مصفوفة A 0 سطر واحد ومية عمود، وقمت بكتابة بلوت A، منلاحظ رح يتم توليد رسم، هذا الرسم كافة قيمه صفر. هلا لو قمت بالدخول على لو اردت توليد مصفوفه ب قيمه المصفوفه ب 1 كمان سطر واحد و100 عمود وقمت برسم بلوت ب، بنلاحظ راح يتم رسم البلوت ب المصفوفه كافه القيم تساوي الواحد. لين سبيس رح يولد مصفوفة متزايدة خطيا تبدأ بالقيمة واحد وتنتهي بالقيمة عشرة وعدد العناصر تساوي المية، عفوا عدد العناصر تساوي المية. لو قمت برسم المصفوفة الأخيرة منلاحظ التزايد خطي مثل ما احنا شايفين، مصفوفة متزايدة خطيا. أما لو قمت باختيار لوج سبيس وقمت بالرسم منلاحظ التزايد راح يكون لوغاريتمي. طيب لو قمت ب ادخال مصفوفه A تساوي 0 0 0 1 1 0 0 واردت رسم هي المصفوفه، بنلاحظ تم رسم قيم هي المصفوفة عند الواحد صفر، عند الاثنين صفر، عند الثلاثة صفر، عند الأربعة واحد، أنتم شايفين قيمة عظمية واحد، عند الخمسة واحد، أربعة خمسة واحد، عند الستة صفر، وعند السبعة صفر. بنلاحظ هي الإشارة نتيجة عدم وجود دقة بالرسم، هي بالحقيقه هي الاشاره بتمثل السيجنال، بس نتيجه عدم وجود دقه بالرسم فهون عم نشوف خط مائل، رح نشوف كيف ممكن نعالج هذا الخط. واخيرا التابع ماجيك رح يقوم بتوليد مصفوفه سحريه. المصفوفه السحريه ماجد دي راح يكون بتوليد مصفوفة سحرية على الأسطورة دي وعلى أعمدة المصفوفة دي، مجموع عناصر أسطر المصفوفة يساوي مجموع عناصر أعمدة المصفوفة ويساوي مجموع عناصر القطر الرئيسي. جربوها هذا بعدين ننتقل للفرق اللي بعد. Gracias.
التابع المجد راح يكون بتوليد مصفوفة سحرية. هاي المصفوفة السحرية مجد ثلاثة، بنلاحظ الصم أنث مثل ما شايفين مجموع الأسطر كلها نفس بعض. راح يكون بتوليد المجك مره ثانيه، مجك تساوي 3، الصم بي والصم بي مجموع قيم الاعمده ومجموع قيم الاسطر والصم دياج بي. لاحظوا قمت بتوليد مصفوفه، المصفوفه بي، المصفوفه بي، المصفوفة ب مصفوفة مجد ماتريكس، مصفوفة سحرية، وفي ناس تابع مجد. الصم ب رح يعطيني مجموع 8 زائد 3 زائد 4 15، 1 زائد 5 زائد 9 15، 2 زائد 7 زائد 2 6 زائد 7 زائد 2 15. بنفس الطريقة مجموع الأسطر 8 و 1 6 15 3 و 5 كمان 15. ومن أجل إيجاد مجموع عناصر القطر الرئيسي بإمكاني أكتب صم دياج، الصم رح توجد مجموع والدياج رح تستدعي القطر الرئيسي، مجموع الخيام يساوي 15، أو بإمكاني بشكل بديل استخدم التابع تريس للمصفوفة ب، كمان رح يعطيني مباشرة مجموع عناصر القطر الرئيسي. العمليات الأساسية على المصفوفات جمع الطرف والضرب. لو كنت في تخزين مصفوفة A بينما 4 5 للسطر الأول و 1 4 للسطر الثاني، و B 1 2 للسطر الأول و 5 6 للسطر الثاني، و C عبارة عن سطرين وعمو 3 6 فيهم عناصر. فـ A زائد B مثل ما احنا شايفين رح تعطيني مجموع قيم 4 و 1 5 5 و 2 6 غير موضوع بسيط، والعملية عكسية ما بين ذلك تساوي نفس النتيجة. بينما A ضرب B رح تعطيني ناتج ضرب المصفوفة A، عفوا A ضرب C، ناتج ضرب المصفوفة A والمصفوفة C رح نلاحظ ناتج شعاع. ضرب مصفوفة مربعة ومصفوفة شعاع خطأ على المصفوفة شعاع. خطأ شائع، عملية الضرب عملية غير عكسية بالنسبة للمصفوفة. الكونستانت ماتريكس
كونستانت الماتريكس ضرب وجمع وطلع حدود من ثابت بمصفوفه. لو قمت بالعمليه 5 ضرب ايه فراح يتم ضرب كافه قيم المصفوفه ايه بالرقم 5، بينما اذا قمت ب 0.5 تقسيم بي راح يتم تقسيم كافه قيم المصفوفه على الرقم 5. الساين ايه راح ياخذ قيمه عنصر عنصر من المصفوفه ايه وراح يوجد قيمه الساين. البي للقط مكعب، الحقيقه هي العمليه معقده. راح هي كل مصفوفه مربعه، كل مصفوفه مربعه لها مصفوفه قيم خاصه، لها مصفوفتين، المصفوفه الاولى هي الايجن فيكتور، المصفوفه الايجن فيكتور اشعه خاصه ممكن نسميها، والايجن فاليو هي مصفوفه قيم خاصه. فالعمليه في فكري راح الاحظ ان في قيمه العنصر طبعا فيها واحد، بينما لما حطيت له بمكعب ثاني محطوط مره. هذا بيعرف كيف يظهر البي المصفوفه بي العنصر الاول فيها واحد والعنصر الثاني فيها اثنين، اعطاني مكعب واحد محطوط مره، مكعب اثنين 106، مكعب خمسه 265، مكعب سته 346. انا المشكله الحقيقة كل مصفوفة مربعة لها مصفوفتين ايجن فاليو اند ايجن فيكتور، لكل مصفوفة مربعة قيم خاصة يكون مكتوب عليها باستخدام التابع ايجن. التابع ايجن بارامتر الانبوت بارامتر هو المصفوفة المربعة والاوتبوت بارامتر هي مصفوفة، وهالمصفوفة راح تحتوي على مصفوفتين، المصفوفة الأولى هي مصفوفة الإيجن فيكتور، المصفوفة الثانية هي مصفوفة الإيجن فاليو. العملية بي مكعب هي المصفوفة الإيجن فيكتور ضرب الإيجن فاليو للأس فكعي، لو كان عندي بي الأس 4 فهي الأس بي الأس 4، بس لاحظوا وجود الفاصل ووجود النقطة، يعني الأس ووجود النقطة هنا راح نشوف الفرق، تقسيم بي. لاحظ لو كنت بتنفيذ هذا السطر البرمجي بدلا من بي التكعيب خلينا نرجع. لو قمت بإدخال مصفوفة بي تساوي 4-5، هاي المصفوفة لو قمت بأخذ مكعب هاي المصفوفة 4 أكيد مكعبه 244، فلو قمت بأخذ التابع من أجل الحصول على القيم الخاصة باستخدام التابع إيش فبنلاحظ القيمة الأولى V والقيمة الثانية D، حصلت على مصفوفتين، مصفوفة V والمصفوفة D. مثل ما شفنا المصفوفة V والمصفوفة D. بتنفيذ هذه العلاقة بنلاحظ رح أحصل على القيمة B مكعب. رح أرجع أدخل B مكعب أحصل على ناقص القيم. الفكرة لكل مصفوفة خاصة، لكل مصفوفة مربعة مجموعة من القيم الخاصة، وبالتالي بالاستفادة من القيم الخاصة راح تكون بإيجاد الأس بي تكعيب. طيب لو المصفوفة بي لو قمت باستخدام لاحظوا المصفوفة بي 4-5-3-4 باستخدام النقطة، هلا بشرح شو استخدامها أربعة الأس تكعيب 4-4-16-4-64 5 25 44 استخدام الفرق النقطة قبل العملية ضرب والقسمة والرفع القوة راح يكون بأخذ كل عنصر من المصفوفة مع يعني العنصر الأول من المصفوفة الأولى العنصر الثاني من المصفوفة الثانية، العنصر الثاني من المصفوفة الأولى، العنصر الثاني من المصفوفة الثانية. طريقة ثانية طيب حوضحها أكثر هلا. عندنا مصفوفة ال عم نحط بي نقطة بور بي مثلا هلا هون حاخذ مكعب قيم المصفوفة مثل ما هو موضح بي مكعب البي واحد مكعب واحد واحد اثنين مكعب اثنين ثمانية الخمسة مكعب 125 ستة مكعبات 213 وبنفس الطريقة بالنسبة للقسمة تقسيم واحد على ثلاثة واحد ضرب واحد على ثمانية عفوا ثمانية على ثلاثة 1.6 125 على ثلاثة
عفوا البي اي تمام الصفه الاساسيه 6 على 3 تمام وظيفه ما هي استخدامات العمليه التاليه طبعا ما نستخدم القسمه هو العمليه معاكسه لها والعمليه الثانيه هي المنقول منقول مصفوفه معروف جهاز استبدال اعمده الاخرى هلا من الله تمام فشو الفائده من استخدام النقطه مع تحديد نوع البيانات اثناء استخدام قبل ما كمل في شيء واضح مفاهيم جدا بسيطة بس راح تلاحظوا الجزء الثاني من المحاضرة راح توقيعات النصيحة تكمل عليها على اللي حكيناه هلا يعني هذا اللي حكيناه ما عليه تطبيقات مثل اللي حكيناه واضحين تماما؟ ما في أي مشكلة؟ تحديد نوع البيانات فبعض الأحيان أثناء تنفيذ البرنامج إذا كان في قوائم عمل طويلة راح يكون عندي ضرورة لتحديد نوع البيانات اللي عندي هل قيمة قيمة إذ جنريك اللي هي قيمة رقمية إذ إن اختصار الانفينيتي هل هي قيمة لا نهائية؟ إذ برايم هل عدد العدد الأولي؟ إذ نون إذ نون بحال تقسيم على بحال تقسيم على على صفر بحال تقسيم على صفر لا بحال تقسيم على صفر غير معروف إذ نون عندي قيمة الإذ إن والإذ نون إحداهم تقسيم على صفر يعني الاضمان انه هو يعني شيء مو عم يمثل للبرنامج اذا هو هو شيء ثاني قيمه لا نهائيه اذا ريال هي هل هي قيمه حقيقيه اذا ماتريكس هل هي مصفوفه اذا سكالر هل هي قيمه مطلقه سكالر اذا فيكتور هل هو شعاع طيب كيف ممكن نستخدم هالتوابع؟ لو كنت بادخال اي تساوي الاربعه واستدعيت اي واحد اذا نمرك اي راح يكون لي ارجاع قيمة منطقية اي واحد تساوي واحد كدليل على ان معناتها هي القيمة انه اذا بدك تحقق التابع وبالتالي تحقق التابع ترو وبالتالي القيمة الحقيقية رح ترجع هي واحد جابوا التابع هون راح يكون بالتحقق هل الفاريبل او المصفوفه اللي ابعادها واحد بواحد او ابعادها اي بي اي هل هي مصفوفه نمرك هل هي مصفوفه اعداد؟ بحال تحقق الشرط النتيجه ترو راح يلاقي واحد منطقي، بحال ما تحقق الشرط النتيجه فور راح يلاقي صفر منطقي. الصفر منطقي راح يتم اسناده لفاريبل اي واحد. بينما الـ A تساوي 4 هي قيمة ليميتد ما لها نهائية. الـ 2 إذ إم فما تحقق شغل فولس وبالتالي A 2 تساوي 0. Thank you.
لاحظوا لو قمت بتخزين قيمة ولتكن تي تساوي الخمسة بهالطريقة وحطيت از نمرك تي بنلاحظ رح يرجع القيمة صفر. والسبب اني قمت بتخزين الخمسة على انها كاركتر يفضل اللي ما حضروا المحاضرة الماضية يحضروا التسجيل لانه في بعض الامور اللي شرحتها اليوم ما عدتها. الفيديو الخارج على اليوتيوب لاحظوا التي تساوي الخمسة تم تخزينها على انها كاركتر مثل ما شايفين هون تي كاركتر اذن صفر. وبالتالي ما تحقق الشروط عاد صفر منطقي. إذا برايم A العدد 4 ماله رقم أولي وبالتالي أعاد قيمة صفر. إذا ما طبعا كل ما ذكرنا أغلب أو العمليات بال بالماتلاب هي فالفاريبل A تساوي الأربعة هو ماتريكس سطر واحد عمود واحد. برايم إز لوجيك إز لوجيكال A أربعة الـ A أربعة هي في المنطقية يفترض إذا جاي قيمة صفر. إز ماتريكس هلا إذا كتبت بهالطريقة هذا بيعني إنه عندي مصفوفة القيمة الأولى فيها A خمسة اللي هي صفر او واحد والقيمة الثانية فيها A 4 اللي هي واحد. فهل هالعملية هالفاريبل هذا اللي هو عبارة عن A 1 و A 2 هو عبارة عن مصفوفة؟ الفكرة هي هل الـ A والـ B اللي هن عبارة عن سطر واحد عبارة عن مصفوفة في الماتريكس بالطبع هي مصفوفة لأنه عبارة عن سطر واحد رح يحتوي على صفر واحد أو واحد واحد. رجع مثال قمت بإدخال F تساوي F تساوي الخمسة A واحد تساوي is prime F تم إرجاع القيمة واحد و A اثنين تساوي is F تم إرجاع القيمة صفر. هلا is matrix أو قبل خلوني أعرف variable جديد B هو عبارة عن A1 و A2. لاحظوا شو صار عندي الـ B هو عبارة عن قيمة A1 ومن ثم قيمة A2 A1 A2. لو قمت بتعريف نفس الـ variable ولكن بوضع فاصلة منقوطة رح ياخذ A1 A2 تمام؟ لو قمت بالسؤال هل G تساوي is logical أو is matrix A1 A2 هل هذا هي المصفوفة A1 A2 هي عبارة عن مصفوفة؟ هي عبارة عن مصفوفة. طيب السؤال الثاني هل فيكتور هل ما ضمن البراكت A1 A2 ومن ثم A2 A1 هل عبارة عن شعاع؟ بالحقيقة هذا عبارة عن مصفوفة وليس شعاع.
الشعاع هو عبارة عن سطر واحد أو عمود واحد. هون عندي سطرين وعمودين، وبالتالي تم إعادة كفر منطقي كدليل على أنه ما له شعاع. وبالتالي من خلال هاي الطوابع ومجموعة من الطوابع يمكن تحديد نوع البيانات عندي بأي وقت اثناء تنفيذ برنامجي، اثناء تنفيذ برنامجي. الحقيقه هي التوابع مهمه جدا ومساعده جدا. ممكن يكون عندي برنامج تحديد الرقم الاولي او غير اولي متاثر من طلب المحرم. فالرقم اذا ما راح تتكرر، وبالتالي عمليه الخوارزميه ما راح تتكرر. ما راح يتم البرنامج، راح يوقف. توابع خاصه بالنصيحه. التابع ديسبلاي لإظهار قيام مصفوفة. التابع سايز بعيد مصفوفة، أي مصفوفة تحتوي على عنصرين. العنصر الأول بيمثل عدد الأسطر المصفوفة، والعنصر الثاني بيمثل عدد أعمدة المصفوفة. لينكس بعيد قيمة بتمثل طول أطول سلسلة المصفوفة. الريشة لإعادة تشكيل مصفوفة. لو كان عندي مصفوفة عبارة عن سطرين وأربع أعمدة، بإمكان أعيد تشكيلها بحيث تكون أربع أعمدة سطرين. روتيت رح يكون بتدوير المصفوفة بزاوية 90. فليب ليفت رايت رح يكون بقلب المصفوفة، ليفت رايت يمين يسار. فليب أب داون رح يكون بقلب المصفوفة أعلى أسفل. فاين من أجل لو أردت انتحت ضمن المصفوفة، هل يوجد قيم أكبر من قيمة N؟ فمثلا هي المصفوفة لو قلت البحث هل يوجد قيم أصغر من الصفر؟ فباستخدام التابع فاين بإمكاني أبحث هي المصفوفة عن قيم الفاريبلز والإليمنتس اللي أصغر من الصفر. الراند راح يكون الراند والراند أي والراند N راح يكون بتوليد قيم عشوائية. الدي أتش بتكون باتباع عناصر الفطر الرئيسي. المين إيجاد متوسط حساب المجموع عناصر المصفوفة، والتريس أو الصمدية لإيجاد مجموع عناصر الفطر الرئيسي، والسور من أجل ترتيب عناصر المصفوفة تصاعديا أو تنازليا. ديسبلاي A هلا هون تشتغلوا خطوة بخطوة. لاحظوا تنفيذ ديسك A راح يتم اظهار المصفوفة A. سايز A يعني عندي مصفوفة عبارة عن عنصرين، العنصر الأول عدد أسطر والعنصر الثاني عدد أعمدة. سايز A اللينكس A راح يعيد طول أطول سلسلة المصفوفة. أطول سلسلة عندي هون ثلاثة لأن المصفوفة أربعة. لو كان عندي أربعة باثنين فهي رجال أربعة، لو كان عندي اثنين بأربعة ما راح يرجع لي أربعة. أطول سلسلة، أطول سلسلة أربعة. كيف؟ لا تسعة، لأن المصفوفة أربعة. التابع فليب ليفت رايت راح يكون بقلب المصفوفة. يسار يمين. راح يصير العمود الاول ناقص 3 1 0 والعمود الثالث 1 ناقص 9 7. فايند A اصغر من الصفر. راح يكون بالبحث عن كافه قيم العناصر اللي قيمتها اصغر من الصفر. راح يدفع المصفوفة A يبحث عن عناصر اللي قيمتها اصغر من الصفر. Yeah.
لا كان في الفاين افضل من الصفر راح يكون بإظهار ترتيب العناصر يلي قيمتها اصغر من الصفر. فعندي هون قيمتين هن عبارة عن القيمة A2 والقيمة A7، هدول قيمتين أصغر من الصفر، فعندي استدعاء المصفوفة، عندي استدعاء التابع F أصغر، عندي استدعاء التابع من أجل A أصغر من الصفر راح يكون بإعادة قيمتين، القيمة الأولى بتمثل ترتيب العنصر الضائق 9 والقيمة الثانية بتمثل ترتيب العنصر الضائق 3. لاحظوا العملية عم تصير على المصفوفة الأساسية وليس على المصفوفة اللي كنت بالتعديل عليها. صحيح. التريس A أو ما يعادل صم دي اف A راح يكون بإيجاد مجموع عناصر القطر الرئيسي. المصفوفات المحرفية ما يسمى كاركترستيك أو كاركتر ماتريكس. يتم تعريف مصفوفة محرفية بالشكل ماتريكس إيكوال ما بين إشارتين تنصيص محتوى المصفوفة. فلو أردت تعريف مصفوفة ولتكن إس هلو، فراح يكون طول المصفوفة 5 هلو 5 محارف 5 كاركتر. من اجل ايجاد مكافئ هي المصفوفه بجدول اسكي بيستخدم التابع دبل اس راح يرجع لي قيمه الاتش 104 الاي 101 الال ال 108 والاو 101. مثل ما شايفين صار عندي لو اردت تعريف القيام بعمليه معاكسه تماما وقمت بتعريف مصفوفه ديجيت مصفوفه ارقام، هي المصفوفه 72 101 108 108 101 وقمت باستخدام التابع اتشار A راح اقوم باعاده الكلمه هلو. هون في خطا صغير، راح اقوم باعاده الكلمه هلو ك اتش سمول لتر وليست كابيتال لتر. شفت اسكي هي سمول لتر. بالنسبة للكاركتر وبالنسبة للضبط. أحد المشاريع المميزة بالفعل بطلاب الكمبيوتر انجينيرنج بيهموا الموضوع تشفير البيانات ضمن صورة. الاستفادة من هي التوابع بتساعد كثير. يتم الحصول على إدخال كلمة على الصورة ومن ثم دون اي تغيير على الصوره طبعا، اذا بدي اغير على الصوره فما استفدت شيء. دون اي تغيير على الصوره بيتم حفظ البيانات ضمن الصوره ومن ثم بشكل معاكس بيتم استدعاء الصوره بقراءه البيانات منها. هذا المشروع ساوسه طالبه من الدوره الاخيره لما طلعت ورجيكم اياها بنهايه المحاضره بالاعتماد على هي التوابع وتوابع ثانيه طبعا. لو قمت بكتابه كاركتر او تشار A 3 للإيمان مين بيقدر يفسر لي هذا السطر؟ كاركتر A 3 للإيمان تمام. المصفوفة A العمود الثالث شو
تمام كاركتر القيم الثلاثه لنهايه المصفوفه راح يرجع لي ال او. وكذلك بشكل معاكس لو قمت باستدعاء التابع باستخدام التابع تبل مع المصفوفه اف من العنصر الثاني من العنصر الرابع راح يرجع لي القيم 101 108 التشار دخله فاريبل فاريبل ديجيت يعني ارقام ارقام يعني. اما الدبل دخله كاركتر يعني الانبوت بارامترز. المصفوفات كلويه في هذا النوع من المصفوفات يتم تخزين بيانات لكل خليه مصفوفه، حيث كل خليه يمكن ان تحوي نوع من البيانات وباي حجم. سواء كان نصوص او محارف او ارقام. لاحظوا لو قمت بتعريف مصفوفه في الاري، هي المصفوفه السطر الاول عباره عن ديجيتس 1 2 3. السطر الثاني عبارة عن تكست بالإضافة لأرقام عشوائية راح يولدها التابع الرابع بالإضافة للمصفوفة مبينة 11 22 33. لاحظوا لو قمت بتنفيذ هذا السطر لاحظوا صار عندي تم تعريف مصفوفة مايسل العنصر الأول منها ديجيت قيمته 1، العنصر الثاني ديجيت قيمته 2، العنصر الثالث ديجيت قيمته 3. السطر الثاني عبارة عن الخلية الأولى أو السيل الأولى من السطر الثاني عبارة عن تكست بالتوبريشن هي ضمن التكست. المصفوفة الثانية اللي ضمن السطر الثاني من المصفوفة الخلوية عبارة عن مصفوفة من نوع دبل ابعاد 2 ب 10 ب 2 يعني عباره عن مصفوفتين كيف مصفوفه 5 اسطر و10 اعمده. اما المصفوفه الثالثه فعباره عن سيلري 3 بروح 1. هي الطريقه بامكاني يعني هذا نموذج متكرر جدا لحركه بيانات. حط بيانات يعني معلومه ممكن حط معلومات عن شغل. يعني لو رجعت على التكست حطيت ماتلاب نغير حتى بعد التطبيق بقدر اعدل عليها. لو دخلت لو قلت له ماي سيل راح نشوفها هلا راح اشرحها موجوده بالتعليمات. ماي سيل اسم افتراضي للفاريبل. بعد تعديل المصفوفه ريشيب لا هذيك ريشيب اعاده تغيير شكل المصفوفه. هون انا بدي اغير قيمه عنصر. تمام سي تساوي مثل ما شايفين رح اقوم بتوليد سيل اري فارغه. انتي سيل هون قمت بتوليد سيل اري فارغه بس بدون ابعاد. اما لو اردت توليد انتي سيل ام ضرب ام ضرب دي يعني ثلاثيه البعد M B N B D. وبيكفي إني أكتب M سيل تساوي سيل M N D. ومن أجل إقطاع أي عنصر من بإمكاني أكتب نقطة نقطة منظومة D بحيث دي أضغاط من D. راح يكون باستدعاء سيل أري جزئية من ضمن السيل أري العامة. لتكن مصفوفة الحرارة مثال السطر الأول 1 2 3 ومنظومة السطر الثاني 1 2 3. لاحظوا السطر الأول عبارة عن كاركتر والسطر الثاني عبارة عن ديجيت. لو اردت استدعاء مصفوفه خلايا جزئيه من السطر الاول للسطر الثاني ومن السطر الثاني ومن العمود الاول للعمود الثاني يعني ابر ليفت يعني الجزء العلوي اليسار 2 باي 2 سيل اري راح يتم توليد سيل اري ابعاد 2 ب 2
بإمكاني أعدل على قيم المصفوفة من خلال السطر الأول من السطر العمود الأول العمود الثاني العمود الثالث. رح قوم بكتابة first, second, third. كانت 1, 2, 3 ساويتها first, second, third. استبدلت 1, 2, 3 ب first, second, third. تعديل قيم فصل. اوكي. خلونا ناخذ مثال على المصفوفات الخلوية نوضح أكثر، أو بدي أوضح مجموعة من النقاط اللي ما تم شرحها. بتحبوا نتابع؟ ما في أي مشكلة نتابع؟ هلا لو قمت بتعريف مصفوفة V تساوي المصفوفة في عبارة عن سطرين وثلاث أعمدة. لو أردت تغيير قيمة العنصر الثاني وجعله تساوي الصفر، بيكفي أن يكتب في 2 تساوي الصفر، وبالتالي تم تغيير قيمة العنصر يلي ترتيبه 2 وجعل القيمة تساوي الصفر. أما لو أردت تغيير قيمة العنصر الرابع 2 سطر الثاني العمود الثاني وجعله تساوي ولتكن 6، تم تغيير قيمة العنصر الرابع وصارت القيمة تساوي 0 مثل ما احنا شايفين. بإمكاني استدعي مصفوفة جزئية من المصفوفة في السطر الثاني من العمود الثاني للثالث، مثل ما شايفين السطر المصفوفة الجزئية اللي عبارة هي عن شعاع فيكتور 6 و4 6 و4. بإمكاني تغيير قيم استدعاء السطر الثاني من العمود الثاني للعمود الثالث، تم استدعاء القيمة 6 والقيمة 4 الممثلة مصفوفة جزئية أو شعاع جزئي من المصفوفة V. بإمكاني تغيير قيم مصفوفة تغيير القيمة مثلا 2 و3 تغيير القيمة 2 السطر الثاني العمود الثالث بنفس مثل ما شرحنا بتصير 8. بإمكاني حذف السطر العمود الثالث العمود الثالث. بإمكاني إضافة عمود جديد. لاحظوا عندي عمودين وسطرين، لو قمت بإضافة عمود جديد قمت بإضافة عمود جديد رقمه 4، ما عندي غير عمودين، تم إضافة بشكل تلقائي عمود في المصفوفة. نفس الأوامر نفس اللي تم ذكره هون بينطبق تماما على سيل أري. فمثلا لو قمت بتنفيذ المصفوفة سيل أري المبينة واستدعيت ماي سيل 2.2، بنلاحظ راح يتم استدعاء المصفوفة سيل أري 2.2 اللي عبارة عن سيل من المصفوفة ماي سيل. بنلاحظ السطر الأول ديجيت تساوي ماي سيل السطر الأول بغض النظر عن الأعمدة. السطر الأول عبارة عن variables digit variable، عبارة عن متغيرات أو متحولات بس من نوع digits أرقام، بس تم تخزينها كسيل. من أجل الاستفادة منها كمصفوفة أرقام كديجيتس بإمكاني استفيد من التابع سيل to matrix to mat digits، وبالتالي صار عندي المصفوفة كفاريبل ليست كسيل أريه. هالطريقة الفاريبل عندي سيل أريه، بعد ما استخدمت السيل تو ماب قمت بتحويل السيل أريه لأرقام. تمام؟ هي التوابع مفيدة كمان جدا أحيانا بالتشفير بالواجهات الرسومية كثير رح نستخدمها وقت نبلش بالجزء الثاني.
باسم المعطيات، باسم البيانات. بلوتينج داتا. اهم تابع الرسم البلوت. البلوت دائما بكتب اكس قص واي، سواء عندي الدخل تي، سواء عندي الدخل تردد كزمن كتردد، هو اكس بالنهايه. ومن ثم واي اللي هو الاوتبوت المتوقع اللي له علاقه بالاكس. ومن ثم بروبرتي، بروبرتي نيم، بروبرتي الخواص، يعني مجموعه من الخصائص ممكن احدد اللاين ويث، سماكه الخط اللي بدي يتم الرسم فيه، الماركت ايدج كولور، لون العلامه المحدده، الماركت فيس كولور، والماركت سايز، الماركر عفوا. التايتل راح يعطي عنوان عام للرسم، الاكس ليبل الاسم للمحور اكس، الواي ليبل الاسم للمحور واي، الجريد اون اوف الشبكه راح فعل الشبكه، التكست لازم بيحط اسم للمحور حسب احداثيات اكس واي، الاكسس راح اعطي احداثيات للرسم اكس مينيموم اكس ماكسيموم. ومن ثم الليجن من اجل رسم، من اجل وضع اسم لكل، وضع اسم لكل محور، لكل محور رسم. رح ناخذ مثال، لو اردت رسم التابع ساين A ساين اوميجا T زائد فاي زائد بياس. هاي الصيغة العامة لتابع الساين، الاي الطويلة، الاوميجا تردد الزاوي، التي الزمان، الفيز الطور، والبياس هي ازاحة الاشارة بالكامل. فرح نكتب برنامج هلا لرسم هذا التابع. كل شيء استخدم تعلمناه من بداية المحاضرة لهلا رح يتم تنفيذه بهذا البرنامج. اتمنى الكل ينظم معي خطوة خطوة. بداية رح قوم بفتح ايديت من اجل كتابه برنامجي فيه. هذا الايديت راح قوم بالطلب من المستخدم ادخال قيمه الانبوت انتر A، ومن ثم راح اطلب ادخال A، ومن ثم ادخال الاف انبوت اف، الاوميجا ايكوال 2 نجمه بي، البي اي هي بي نجمه اف اللي هي راح ادخلها المستخدم. ومن ثم عندي قيمه للتي، راح اعطيه قيمه ديفولت من الصفر بخطوه 1% للعشرة. بعد ذلك راح اقوم بادخال قيمه فاي ولتكن خلي المستخدم يدخلها فاي بياس، راح اعطيها قيمة افتراضية صفر. التابع اللي عندي واي ايكوال A نجمة ساين اوميجا اوميجا تي زائد فاي. بلوت اشارة الدخل عندي او المحور تي، عرفت المصفوفة، عرفت المحور اكس بالزمن تي. ومن ثم واي اللي هي الاشاره، راح اللي هي اشاره الساين. اللاين ويت اللي هي سمك الخط، راح اطلب منه يكون 4. وعندي خصائص ثانيه اللي هي الماركر ايدج كولور والماركر ايدج فيس كولور، راح ناخذ الماركر فيس كولور. وليكن ريد. التايتل راح خليه باسم الإشارة اللي هو عنوان الرسم. الإكس ليبل تايم، الواي ليبل ساين ويف، الاكسس اخيرا عندي الجريد اون اوف بنشوفها بعد تنفيذ البرنامج، الاكسس لتحديد مجال الرسم كمان بنشوفها بعد البرنامج. راح اطلق، راح اقوم بحفظ البرنامج، راح اسميه ماي فيرست برو، راح اقوم بتشغيله
راح يطلب مني قيمة A، نفرض أنها 10، الـ F نفرض أنها 50، الطول نفرض ناقص 180. تم رسم الإشارة، ولكن لاحظوا لو قمت بوضع زوم مشكلة الإشارة بالزمن عندي. لو قمت بتغيير التايب خليتها للصفر فاصلة واحد، قمت بالرسم بالتنفيذ حاليا 10 50 ناقص 180، بنلاحظ تم رسم الإشارة. نتيجة أن الدقة كتير عالية أو المجال كتير صغير بالنسبة للدقة، طلعت الإشارة مثلثية. راح أرجع على البرنامج وأجعل القيمة للواحد وقوم بالتنفيذ مجددا. 10 التردد 50، الفيز ناقص 10، بنلاحظ الإشارة كمان كتير واضحة. راح أرجع، لاحظوا هلا اللون أعطيه سماكة الخط 4، طالع كتير سميكة. راح خليه 2، راح خليه 2 تمام، وراح خلي هون المجال للصفر فاصلة 5. هلا لو قمت بالرسم 10 50، الفيز 180، بنلاحظ الرسم مثل ما هو مبين هون. هاي الطريقة بإمكاني أرسم بياناتي بأي وقت بدي اياه. طيب خلونا نشوف كلير فيجر. كلير فيجر راح قمت بحذف محتوى الرسم. الصب بلوت، التابع صب بلوت بيتعامل دخله هو عبارة عن مصفوفة ومن ثم ترتيب العنصر. فمثلا لو قمت بإدخال عدد الأسطر 2 أو 1، عدد الأعمدة 3، العنصر لترتيبه 1، يعني محور الرسم الأول، بنلاحظ ظهر عندي محور الرسم الأول. محور الرسم الأول هذا الأمور اللي بدي أرسمها بقلب هذا المحور هلأ حاليا رح أحطها. لو أردت بلوت، لاحظوا أول شيء قلت له أرسم على المحور الأول، على الكائن الأول، رح أحط أرسم 1 4، المصفوفة الأولى اللي هي على الزمن 1 4 5، والمصفوفة الثانية اللي هي ناقص 10 10 4. لاحظوا تم رسم الشكل المبين امامنا. السب بلوت الثاني بنفس الطريقه بامكاني ارسم العنصر اللي بدي اياه.